المنخفض الجوي الذي يتأثر به لبنان حمل ثلوجاً غطت المرتفعات، والمناطق الجبلية تتحضر لاستقبال موسم التزلج. الثلجات اللي عم ينزلوا علينا الكل ناطرهم على أحر من الجمر ليجي ويعمل سكي. التحضيرات لافتتاح موسم التزلج شارفت على نهايتها، وابتداء من الأسبوع المقبل كل البيستات رح تكون جاهزة لتستقبل محبي رياضة التزلج. بمزار كفر دبيان اللقلوق والأرز عجلة الشغل ما عم توقف، الجرافات عم تجرف التلج وتفتح الطريق استقبالاً لموسم تأخر شوي ليوصل هالسنة. استعداداتنا من أيلول بتكون يعني منطقة جبلية كفر دبيان، كل الجرافات، عناصر شرطة البلدية اللي أكيد سنة عديدة رح يكون أكثر لنأمن أول شيء بهمنا السلامة العامة طبعا الناس اللي جايين على المنطقة، وثاني شيء الراحة للمتزلجين. رغم العواصف القاسية يلي أخيرا إجيت، عم نلص الثلجات وعم نحضر كل شيء رغم العاصفة لنقدر نفتح بأسرع وقت ممكن. ومثل ما مراكز التزلج عم تتحضر، المؤسسات الخاصة مثل الفنادق والمطاعم كمان عم تحضر حالها لتستقبل الزوار. التحضيرات ماشية وجاهزين، يعني في تحضيرات ستاف، تحضيرات تعبئة المازوت، تحضيرات المونة، الديبويات، هيك نعمل الصيانة اللازمة. وحتى قبل ما يفتتح الموسم رسمياً في عدد من المواطنين توجه على الجبال ليستمتع بالثلجات. بعد بنطر السيزن السكي والثلجات من سنة لسنة. It's my passion, so كون قاعدة عم راقب الطقس كل الوقت و I'm impatiently waiting إنه يكون في سماكة enough تنطلع سكي تورينج. ناطرينا إلى زمان الثلجة وحبينا نطلع فرجيهم لأولاد الثلجة، بركي ما عاد عملت واحدة ثانية. هالسياحة الشتوية مش بس بتحرك العجلة الاقتصادية بمراكز التزلج والفنادق والجست هاوسز، إنما بتنعش الاقتصاد بالمؤسسات التجارية بالمنطقة كلها. وخلال شهري كانون الثاني وشباط من المتوقع حسب وزير السياحة وليد نصار أنه يوصل على لبنان 60-70 ألف وفد رح يساهموا بتفعيل السياحة الشتوية، رقم يعتبر قليل مقارنة بالسنوات الماضية لكنه بيبقى رقم مبدئي. على أي حال، حتى ولو تأخر علينا موسم التلج هالسنة، المهم أنه وصل، ومثل ما بيقول المثل أن يأتي متأخراً أفضل من ألا يأتي أبداً. فيلا حضروا تياب التلج وبيردي لتستقبلوا أحلى موسم.